تشكي داير اخويا لاباس هاني تمشي مزيان. واش مرة جينا لبرشيد العاصمة ديال ولاد العريس، اليوم نسولو الناس واش المرا تجلس في دارها ولا تخرج تخدم، نشوفو واش غايقولو لنا، واش المرا تجلس في الدار ديالهم ولا المرا تخرج تخدم حتى هي وتسوق الطيارة والترام والترامواي بقا غادي مزيان الحياة ديالها. نسولو الناس ديال برشيد خويا نسولك الله. قول لي تحية نضالية، المرأة تخدم ولا تبقى في الدار؟ تخدم تخدم المرأة تخدم. أنا كنهضر بالينون ديالي مفتاح والبرينا وعبد الرزاق، والمامير ديالي لا سيركاسيون دو لا سيكس دو 5 بي بي 5 بي بي؟ اه 5 بي 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 بولا بيبي سيركاسيون بيبي ترابيا رجالة. اه دونك المرأة تخرج تعاون الرجل؟ اه تعاون الرجل وبال بالحلال مش بالحرام. بالحلال؟ اه بالحلال لأن الحرام خير. الله أكبر. انت ما كديرش الحرام؟ الحرام حرمه الله اللي خلقنا. انت ما كديرش الحرام مثلا؟ لا اوفو. تشرب الخمر ولا شي حاجة؟ لا الخمر كنشربو. كتشرب الخمر؟ اه. لحم الحلوف؟ لا البيبي الداندي لي بول الحلوف. علاش ما كتاكلوش؟ واش انا حلوف ناكل الحلوف؟ الخمر حلال والحلوف حرام. اه كلشي حرام دير كلشي حرام. معيزة غادي نذبحها للعيد ان شاء الله. قول لي الحاج دابا بالنسبة لك تايا المرأة واش بلاصتها الدار ولا تخرج تعاون الراجل تايا مسكينة وعزمان؟ كانت مع البهيم، كتعاون في البهيم سارحة عامة مقابلة كلشي وتحش وتعلف وتربط وانا ردي قالت مع البهيم غادي مع البهيم. اييه صحاب قلت لي هي بحال البهيم. لا حاشا حاشا ولله حاشا. المهم تعاون في الخدمة في العروبية؟ في العروبية كتعاون مزيان ماشي بحال بنات اليوم. لا لا بنات اليوم الصباغة ما كاينش يرحمك الوالدين. وتجي مزير الله يستر هو اللي خرج علينا. هيدا سير الحاج الله يعاونك الله يعاونك. كاين فرق ما بين مرا ومرا راجل، فمرا سايقة طيارة طلعت الفضاء بزاف ديال الحوايج تراموال بزاف. يعني المرأة ولات عندها مكانة في المجتمع ماشي نبقاو خازنينها في الدار. غتخسر لا بقاش مخزونة في الدار فاش تخسر الحليب. لا 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 الحرية لا الحرية لا الحرية تامة تامة تعمل وتخدم وتساعد الزوجة أيضا وهو يساعد أيضا. كاين قال لك مثلا شي وحدة لا ولات خدامة كيولي فاش يدخلوا باللي كتقول لي نوض تايا دير الطاجين ما نديروش لك أنا تانا خدامة. اه ولا فيهم فيهم الشك والشك والشرك الشك والشرك. الشك والشرك يعني كي يعني عندهم القهر الوسواس القهري. الوسواس القهري في الضمائر ديالهم ياك. ياك كيشكوا في النساء الامين ديال ايضا. واكل شي حاجه؟ لا لا ما واكل حتى وحده حتى حاجه اليوم. والو باقي ما كليتي؟ باقي على ربي. دواك باقي ما خديتيش؟ باقي ما كلتش صافي تاكل الدواء ويديروا الهضره. واه هما كيقول لك هما سبحان الله العظيم هما في الدين ديالنا راه ناقصه شي عقل ودين فهمتي. عقلين ودين. اه النساء اه فهمتي هما طلع عوجه خويا. طلع عوجه؟ اه زعما طلع عوجه. طلع عوجه يعني هما فهمتي هي من ابونا ادم عليه الصلاه والسلام خرج من الجرم ديالو من الله يسرح لها فهمتي. كان غادي حتى خرج. لا ماشي خرج خرج هي تخلقات من سميتو القصه ديال الواقع ديالها. اما المراه هي وسط عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك امي تما امي تما امي والرابع هذا اش قال لك امين. هي طالعة عوجة وهي أمي ثم أمي. هي لا هي تجد راه هذا الشيء اللي قالك الناس عليك قلتي الراجل قول لي على سميتو. هذيك الرئيسة ديال ألمانيا حتى هي ناقصة عقل ياك. هذيك هذيك بعدا فهمتي أخي إلا ما رحمك ربك فهمتي. هذيك الإنسان هذيك حنا بعيدة عليا أنا ما كنتفرجش فيها. هذيك دولة كبيرة. وهي راه عقلها ناقصوا. لا ماشي قضية هذيك ما حنا ما غاديش تشوفوا حنا كنشوفوا على المغرب ديالنا بغينا نزيدوا به شوية لقدام وتكون واحد فهمتي. شنو شربتي دواك؟ قال لك خلقت المرأة. خلقت المرأة من أحد أضلع آدم اليسرى قريبة من قلبي. من الضلع اليسرى. الله يسرى عزيز علي. لو خلقت من ضميره لقادت على فكره ولو خلقت من رجليه لدسها ولو خلقت من ضميره لقادت على فكره. ولكن خلقت من أحد أضلع آدم اليسرى قريبة من قلبي فلهذا المرأة عزيزة. عزيزة كالأم. صافي شربتي دواك شربتي دواك. دابا حتى الاخ حتى ترضى بمرتك دير روتين يومي؟ لا حتى لا بغيتي تدخل معايا. اش من صيام؟ اش من صيام؟ ماشي من الدار ولا من الاسلاميه من القيم الاسلاميه. رجال وعاد تنط ليا
واش هادشي دابا انت اللي كتحل التليفون؟ واش انت دابا كتحل التليفون كتلقى هادي دايره روتين يومي هادي كل اش باغا تعرض؟ عاد خليني نكمل لك، خليني نكمل لك. كل اش باغا تعرض في الروتين اليومي، كل اش باغا تعرض انت كفرد كشخص راضي على داكشي اللي كتشوفو. لا لا وزينين زينين على زينين لك عدت الف الفراجه وتنزهاو تنزهاو تنزهاو ياك عدت اللي كتزا انت ما كتزاش. لا انا عندي انا مجوز 26 عام واقيلا اكبر من عمرك بثلاث سنين فهمتيني. انا داكشي مشى حد الوقت ديال الزو ديالنا كانت الدوره عاد دوره في الظلمه وتزمعه الله يعاون الله يعاون سخونه. انا عندي اربعه الاولاد انا وباغي نتزوج وباغي باغي نتزوج كون عندي الامكانيات تعطيني الدوله دار نتزوج. خليك المراه ومالها هي سوقه خدامه عليا راجل على هي اللي كتنوض مع 6 الصباح تسوق ليا راجل هي اللي مو سخيديه بحالك تجيب الدقيق وتجيب الزيت وتجيب العشاء راجل ديس في الدار النساء ديال القديم راه ماشي هو ديال هذا العصر هذا. واش في القديم كانت بنكه ها كانت بنكه كان تليفون ها كانت فلفله حمراء فلفله حمراء كيديروا 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 تسميتو داك كاسكروت اللي متني تاكوس كان تاكوس تاكوس ها ما كاينش تاكوس كان علب البوله يسقيوها بزيت العود وياكلوها هادشي اللي كان هادشي اللي كان. واش وحده متبرجه حنا غادي نشوفوها على سبيل المثال راه هما راه هما غادي تحترمهم انت غادي تحترمهم شوفها زوين ها زوينه ياك زرحي وجريت وجريت حتى شي ما حسيت فيك وسيت ودويت وعالجت ودويت وترجيت الله الله يشفيك وترجيت الله يشفيك. انا الحمد لله قادر ما تجلس هي في الدار تهلا فيا تهلا في الوليد تخليها مرتاحه تخليها مرتاحه انا نصب 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 انا نصبتها 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 انا نصبتها انا نلبسها انا نوكل انا نشربها. اما المراه اللي كتمشي الشركه وكيجي عند الشاف وكيقول لها وانت كي غادا الخدمه كيضربها كتفها الا خلاته يضربها كتفها هذيك راه ماشي امراه. اما الا بغات تدوي مع راجل وكطيح حدود وكتهرب كتبعد منه هذيك راه امراه ديال الزمان. وكاين بعض الاصيليين كتكافح تخدم في الدور تخدم كذا وتجيب المعيشه ودوا الرجله. كنعرف هاد الوحدين بحال قال لك خدامين بجوج وي تيدخلوا بجوج في نفس مع التسعود الليل مثلا هي اللي ما عندهمش الاولاد ما عندهم خليها عند ما تقول لي عمر لي غير اساس تقول لي نوض عمرو الراس بينما خدامه ولات فلوسه ولات مكتب الشيك ديالها ولات بصدامه ما يمكنش هو ما بقاش راجل الجوجه ديالي بكري عبيده وولدي الراي الله يرضي عليه جلال الله يجعله من الفائزين انا راضي عليه مهلي في يوم مهلي في خوياته وجميع الاسره ديال مدينه برشيد. خدم معاه ماشي كميش ها؟ لا والو الصاله والرياده. عندك الكميش؟ لا انا لي انا اللي بلي بالنفحه الله يعفو عليا ديتها معايا الحج وجده. والله الا بديت. ضربتي في مكه؟ ها؟ وتما كيتباع كلشي تما نكذبوا والله والله تخرج تخرج اللور ديال الكعبه حنا داوين عليه دابا مثال اي بلاصه ما خطاها حتى شي حاجه غير كاين مع هذا المشكل مور الكعبه كتباع ورا الكعبه كاين الشيشه كاين القهاوي اللي بغيتي انا تساريت هذاك العالم غير بيت الله اللي محترم نفح ودخل دبر راسك نفح كذا دخل دير اللي بغيتي توضرت لي في الطياره خرجت 30 كيلومتر الارض السعوديه شريتها 100 درهم مغربي وجيت معليش معليش انت جاي مين انت والله الله يرحمك الله يرضيك الله يصلحكم كنت مرتك في الدار ما عنديش ما مجوش تهنيتي يا صاحبي تهنيتي باقي تهنيتي المراه المراه بلاصتها في الدار ولا تخرج هي تخدم مع الراجل لا لا المراه في دارها خليها في دارها لا لا في دارها مع وليداتها ما تخرج تعطي الكارو ولا تخطا تعطي الكارو المراه لا خرجت تخدم راه الله يرحم المرأة لا خرجت بغات ترجع للدار ها لا والو البعضين ورقع لا والو انا لا خرجت صافي منوع تخدم منوع تخدم عليا المرأة منوع تخدم عليا المرأة ما يمكنش خرجت لا والو المرأة الخادمة ديال البيت ماشي ديال الشارع العام لا ولا كلام خرد انا لا خرجت راه كلام خرد
وانا خرجت انا نحني وندور ونقش هادشي اللي كيبان ليا شي اللي خرجت المراه تخدم حتى انا نمشي لعند حتى نمشي لعند النقاشه للزمور ونحني ديا ورجلي ونتربع لولا الخدمه ليا المراه المراه ما تخدمش عندنا حنا عندنا واحد العرق خايب المراه اللي خدمت صافي الراجل يموت المراه مطلقه على كلمه واحده والله قلت لي جري على الوالده خرجه من الدار قلت لها تيلي تخرجي مرضي الوالدين وعيش والله العادي انت راه ما تخرجش كنقول لك انا وما تخرجش والخوادري ديالي ما تسلمش عليه من اللي دار ليه وحق الله العادي الوالد ديالي نقدر الوالد ديالك ما تسلمش عليه تخدم الشريف الشريف والخير هانيه هانيه شوف سلم عليه المدير اطونسيون راه بغيتش ندي عليه شي 30 عام السور يا ستار جمال كل الجمال شاي كبير يا عمري رونالدو تورنادو ميسي وحده وحده يعني كما قال النجم السابق طبعا هو في غياب النجم المتألق اللي هو نجم الاكوادور والنجم الدولي هو اللي سلطانه حلوة هب هب ربت بيت امرأة ربت بيت انا حر رأيي ديالي يعني غياب الوليدات السلام عليكم علاش خازن يدك هنا وقع لي واحد لاكسيدون تقلبات بيا الطوموبيل ديالي تهرس من يدي والله يجيب شيفا تبارك الله عليكم بارك الله عليكم يسحب لي انا خازني على البرد خافت تخدم عاوتاني بداو بعض البعضين يلوحوا لها بعض الكلمات ايوا تما فين خاصها تكون محترمه لخدمت الناس اللي خدامه عندهم خاصها تكون محترمه انت تقول تخدمش تخدمش قال لكم اه تخرج تخدم من حقها من حقها اه من حقها ماشي يبقى سد عليها في الدار لا خاصها تعيش حياتها هي تلقى باش تصرف وباش اه ضروري على الاولاد على اي حاجه باش تشري ريحه وستيك هذيك ديال تجمع اي حاجه شي تافق الحال انت لا لا ما متفقش لا راجل خدام المرا تبارك في الدار ولكن انت هي اللي بغاش الراي ديالو كل واحد والراي ديالو المرا تيبان لك المرا خدام ما غنخرجش المرا تخدم حيت المرا هي كتخنق في الدار اللي بغاتها نعطيها ليها وتبارك في الدار تخنق لا تخنق في الدار تخنق نخرجوها حتى هي مره في السيمانه ولا تخرج الدور ما كاينش تشم شويه الربيع ضروري اه اه باش تخرج تخدم الراس الخدام ماشي معقوله ماشي معقوله الوليدات شكون غيقابلهم اه شكون يقابلهم ما تقابلهم هي جوج دراري في الدار ولا ثلاثه في الدار والسيغه ديال الخدمه غتخليهم مع الجيران ما جاتش بصح الراجل ما خدامش مريض عنده مشكل عنده اعاقه حتى خدمتي ما كاين مشكل ساعه تخرج ماشي عاش تمشي للعرس غتمشي ها تمشي تطيح في العرس لا شي ولا ما شفتهاش بالحق تشطح بالعرس بالحق تشطح حيت كيشدوه الهويس كيشدوه الهويس شدوه الهويس وتبقى جالسه المراه صاحبي المراه تاش بينا وبين شيالاش الله يرضي عليك هو وتبقى شي تجبدنا موضوع خطير هذا ديال المراه بينا وبين عيالاش اخويا اش بين عيالاش مال المراه مال المراه ومال المراه اخويا المراه حتى هي عندها شخصيه وعندها حتى هي حق في هذه البلاد كيما عند الراجل لا كانت عندها طيب في الدار لا لا كانت عندها الخدمه راه غتخدم الا كانت ما خداماش غتبرك في الدار مساله طبيعيه اه داكشي داكشي عاوتاني سمعتي اخويا كيقول تريح في الدار اش من تخدم حتى اش مجوج ولاش مجوج بها الثمن تخدم عليك هي لا لا مجوج هذا خاصو يفهم دابا الحياه الزوجيه 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 مش مشاو ليا واش العيبات شي سنان شي سنان الحياه بصفه عامه كتكون مبنيه على التراضي اوكي لا تراضي لا والو هادو عندهم زروادة في الدار نعم انا ما مجوش انا وما مجوش ومعمر معايا السوق ياك ما تخور ما الدور ما لا شي عاد شي مناسبه متفق مع بنت تكاي شي اه شي علاش تكاي شي فاش شي عاد مها مريضه هذه ما غاديش تحرز عليها هذيك تبغى تشطح في العسل علاش تشطح علاش تشطح هي تاج من جاي انا باقي احنا لا ايامات ابو عتيبه بن كليب بن زمان خور هذا اخويا هذا زمان خور زمان ديال العولمه راه السينك جي غتدخل المغرب حتى باقي المراه تدخل في قانون اللعبه حتى مرتك تفتح في العرس العرس مال هي ليش مع الرجاله لا ولا مع الرجاله لا هذه ما نقبلهاش هذه ما نقبلهاش حكاس عليا العولمه والفتوحات الاسلاميه واه اجاب الفتوحات ما قلتش نسيت قلتي لي العولمه الترواج اخوان انا دويت معك الشيء ديال مرتك ما تشطحش في الدار في العرس في العرس لا ما تشطحش وبين على دراعه باش ترجع للدار تحت الله ان شاء الله كلشي كلشي والله العظيم كلشي ما طيبوه تغسل لي رجليا
واللي خاصني تجيبها وتانا اللي خاصني للدار كنجيبها حتى حاجه كل شيء كل شيء موجود الحمد لله. ما نسدش عليها بالقفل لا وي نسدوا عليها بالقفل ما انا غادي نديرينا بالحبس عايشه واكله شاربه يوم ديال الحمام كان عدى مع هاد المرضوه دابا راه باقي حتى حاجه سخن الماء طيب وتعوم مع راسها ايوا هذا هو اللي علينا خلاو الناس الغيوان الله يرحم الله يرحم اللي علينا حنا درناه باقي على الله هذاك الشيء اللي كاين ايوا ربي كبير الله يحفظك تخليت شي العرس مشي للعرس كان ديال العائله وكان الرجاله كاين الرجاله في العرس لا العرس راه بارك مع العيالات ما تبركش مع الرجاله تبرك هي غادي تقطع مع ويلي وحنا لخطنا السيت حاجه ما كاينه والله يجعل البركه الله يحفظك اخويا بارك الله فيك تحيه بارك الله عليكم وعلى اخوانك الجميعين الله يجعل ربي يحفظكم الله يسلمك تحيد المستشار لا والو المستشار وها الرجوله الله يحفظك اخويا بارك الله فيك انا مرسي مخليها في الدار سمسين هل يخدم؟ تخدم؟ اللي بغات تخدم يا غدر باقا خطيبتك خطيب سيدنا دابا انا عبد الدار سمسين الصادق ديرو دي سي فترة تجربة تجربوا بعضياتكم عادي مغربية ولا العربية؟ المغربية تجلس في الدار ولا تخرج في النظر؟ ولا كل حسب كل واحد وفكرة ديالو عرفت كل واحد وفكرة ديالو دابا تسوق الفكرة ديالك انت نعطيك جواب عام ولا جواب خاص؟ بحال لا دير لي الإجازة انت في جواب خاص وعاد ندوزو للعام الخاص اخويا تبارك في دار امل جواب العام جواب العام كله الفكره ديالو كاين اللي كيبغي يخدم كاين اللي يبغي ما تخدمش لا مزال تخرج لخدمة تخدم باش واحد النهار الا ما تفهمتش مع داك ولد الناس اللي معنا تركب والدي صيفطو والدي ما تبقاش معوله عليه لا ما تبقاش معوله عليه الحلقه ديالنا سالات شكرا لكم شكرا على لي كومونتير ديالكم كنقراهم كاملين ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام او انستغرام ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في الموضوع ديالنا هاو انستغرام دخلوا عندي وباي باي السلام عليكم ارول رول السيره هاي الرهي السسي الله اكبر